صورت نفسك وانت في 55 زي عمرو دياب، جالك بقى تعليقات وهم من ناس كتيره جدا. كتير قوي يعني، اتفاجئت. انا عارف انه فيه والناس هتضحك وكده، بس ما كنتش متخيل انه يعمل رد الفعل العريض ده. ده كل جرايد مصر اتكلمت عنه، لقيت نجوم اصحابي كلهم عملوا له زي سيرش كده، زي بيسموه ايه انتوا؟ شير. زي شير كده. وبدات بقى الاقي احمد السقا صفحته فيها قالوا لك ايه لو قال لي جمله حلوه جدا، ده اللي انا قلته، نفس السن ونفس الجيم اللي اتصور فيه عمرو دياب بشارككم عيد ميلادي. دي اللي لوحدي الاول. وبعدين عملت واحده انا وهو، هو في عشان بس يبان الفرق يعني كده. هم فاهمين، هم فاهمين على فكره، مش لازم تشرح. على فكره اسم عبد الرحمن الناحيه دي، ولو قلبت الصوره هتلاقي سلمى الناحيه الثانيه. لا والله كتبت الاثنين. عشان زعلانه كانت بتقول لي اسم، قلت لها هخليه هنا. طبعا هنا ما ظهرش. هو كتب اسمه عبد. طب هو عامله تاتو، انت كنت عامله ايه؟ بالقلم الجافوه. والله بنهزر انا وابني، وابني عنده الدمبل ده. وقال لي كنت عايز اروح الجيم، قال لي لا احنا عندنا جيم. هو اصلا ابن رياضي برضو شويه، بطل سباحه وحاجات من دي، فجايب كل الاجهزه عنده يعني في البيت يعني نظام. طبعا ما بيستخدمهاش خالص. هو اللي كتب لك بقى عبد الرحمن. طب وعمرو دياب بقى نفس منك، اتضايق منك، اتغاظ منك؟ بصي انا بحبه يعني، انا من اجيال اللي ما سمعتش في حياتي غير عبد الحليم وجيله، هو عمرو دياب ومنير طبعا الكينج. وسمعت الشيخ جابر ابو حسين لو تسمعيه يعني. ده كان ابويا وانا صعيدي بيسمع بعد العشاء كده في الراديو السيره الهلاليه. فكان ده انا كنت حافظ له حاجات صغيره كتيره وانا صغير يعني. كنت ابقى فرحان قوي انه الراجل ده بيحكي حكايات وابويا مستمتع بيها يعني كده. بس لا يعني ما فيش اي رد فعل من عمرو دياب، ما تعرفش حاجه افتكرك يعني؟ بصي هو كان لطفي السنه اللي فاتت، محمد لطفي الممثل زميلنا، كان مرشحني ان انا ابقى معاه في المسلسل، او يعني قال لي ان عمرو عايزك وبيحبك وكده. بس ما تقابلناش شخصيا لحد دلوقتي، وعرفت من الناس انه مش زعلان، ان هو انسان يعني بيحب الابتسامه، وقال له انه ضحك يعني كمان يعني. لا هيزعل ليه؟ هيزعل ايه اصلا؟ طبعا يعني، يعني قصدي انه يعني على فكره هو المستفيد على فكره. يعني اي حد بيتفرج هي معلش، صوره عمرو دياب دي فيها عليها فوتوشوب ولا هو كده؟ هو فوتوشوب؟ العضلات دي بتاعته ارفع من كده.